والشرك الخفي هو الرياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا، فكيف النجاة من هذا الشرك إذا كان وصفه عليه الصلاة والسلام للشرك الخفي من أنه أخفى من دبيب النمل على الصفا؟ الصفا هو الحجر الأصم الذي لا يعلق به غبار، فإذا مشى عليه النمل هل يظهر لمشيه أثر؟ لا يظهر. إذا كان النمل على الصخور غير الصماء لا يظهر أثر مشيه، فما ظنكم بالصفا؟ فهذا يدل على خطورة هذا الشرك، ولذا حسن قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليه، بصيغة أفعل التفضيل. فكيف النجاة من هذا الشرك؟ وقد جاء عند الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يذهب صغاره وكباره؟ تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم.